عامل ايه يا جماعة؟ النهاردة بعد ان شاء الله ببجي ومع بداية 2018 لعبة نزلت فعلا على الموبايل وبقى خلاص كله بيلعبها. انا ما كنتش بلعبها جدا يعني، بس دلوقتي يعني بعد ما جبت البندل دوت يعني حبيت اللعبة وبقيت احسن كتير. يعني بقيت بتديك احساس ان انت ماسك دراع بلاي ستيشن وبتلعب على الموبايل، مش يعني الموبايل لوحده كان بيبقى رفيع كده ومبقاش حلو، وكمان انت كنت بتتحكم بتبقى عايز 5000 صابع عشان تقعد تلعب بقى وتجري وتضرب وكده. فدول كانوا مسهلين عليا، الدنجل ديت والماوس كانوا مسهلين عليا جدا اللعب، وانا برضو مش بلعبها قوي بس دي كانت اريح واحسن بكتير جدا في اللعب. بالنسبة للبوكس اللي بيجي فيه الدراعات، بيجي فيه الدراع دوت بيجي معاه ماوسين عشان الماوس اصلا يبقى ضعيف مش قوي، فبيجي ماوس زيادة. وكمان الدراع نفسه بيتفرد ممكن يوصل مثلا 18 سنتي او 19 سنتي، مناخدش موبايل اكبر من كده لان يعني هو ده اكبر حاجة فيه. كان مش وحش خالص ومفيش مباريات تبقى افضل من كده يعني قوي. كمان الدنجل ديت هتبقى احسن ان انت تقدر تضرب بيها وتجري تزود سرعات تجري، وكانت اسهل. التريجر ده كان فيه ميزه كمان عجبتني، اللي هو تقدر يعني تستخدمه اللي انت تتفرج على فيلم، تتفرج على اي حاجه تثبته تبقى حاطه قدامك كده بدون لعب او تلعب عادي وتثبته قدامك. وكان في ميزه كمان اللي انت تقدر توصل لي شاحن وانت بتلعب، دي كانت حاجه يعني احسن بكتير واريح وانت بتلعب عشان هو كل شويه تقع من الموبايل. وكمان تقدر برضو من الناحيه التانيه تقدر توصل سماعات عشان تبقى تسمع وتتكلم مع الناس اللي انت بتلعب معاهم. وغير كده الترويجر ده بيبقى عامه مش غالي، ف اللي تشتريه هتلاقي رابط في الديسكريبشن بأقل الأسعار، الإدارة على أقل الأسعار هحطها لكم. وهو ده كده تريلر، فأرب يكون الفيديو عجبكم نوع من النوع اللي أنا أجيب إكسسوارات وأشاركها معاكم. وبس كده، متنساش اللايك والسبسكرايب لو عجبك الفيديو، ولو عندك أي تعليق أو أي استفسار اكتبوه في الكومنتات وأنا هرد عليك بإذن الله. سلام.